حياة النفايات المنزلية ما كتنتهيش في شاحنات الأزبال، بالعكس هنا عاد كتبدا حياة جديدة. مهن كثيرة مرتبطة بفرز وتثمين النفايات، وإعادة استعمال النفايات ما هو غير مثال، بحيث كيمكن من حماية الموارد الطبيعية والاقتصاد في المواد الأولية. المواد العضوية اللي فيها يمكن لها تساهم في تخصيب التربة، والنفايات المنزلية بدورها يمكن لها تصبح مصدر لإنتاج الطاقة الكهربائية. النفايات هي أكثر من مخلفات، هي ثروة حقيقية فيها منفعة اقتصادية واجتماعية.